قبل ما نبدأ أي كلام وأي أخبار النهاردة لازم نقول يعني كلمتين مهمين. أول حاجة إن إحنا طبعا في الفترة اللي فاتت يمكن بقالنا 3-4 أيام كده بنسمع أخبار عن رحيل فايلر. فايلر ماشي، فايلر قاعد، فايلر فين، فايلر بيعمل إيه. النهاردة الحقيقة إحنا بيان النادي الأهلي أو الأهلي بشكل عام لم يصدر عنه أي قرار أو بيانات تخص قطاع الكرة. تاني حاجة إنه أي شيء بيتردد النهاردة من بيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلها غير صحيحة، كلها مجرد إشاعات. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي في النادي الأهلي قال نصا إنه النادي لم تصدر عنه أي قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، لا سيما إنه الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي طبعا يعني مستمر في نجاحاته، مستمر طبعا في استكمال الدوري خلاص على خير بإذن الله، حسمنا اللقب، عندنا مشوار أهم إن شاء الله. البيان اللي بيتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي النهاردة كله غير أي كلام يخصه غير صحيح، وإن علاقة الأهلي ومديره الفني طبعا ده شأن داخلي في الأول وفي الآخر. ده صحيح، يمكن دايما متعودين، وخلينا نتكلم بكل أمانة، متعودين على إدارة النادي الأهلي لما بيكون في أي حاجة وجماهير النادي الأهلي دايما بنستنى القرار الرسمي على موقع الرسمي للنادي الأهلي. لغايه دلوقتي ما فيش اي حاجه على الموقع الرسمي، وطبعا العميد محمد مرجان بياكد الكلام دوت، وخلينا كمان ناكد الكلام ده عن طريق فايلر. يعني هو العميد محمد مرجان بيقول ان ما فيش اي حاجه رسميه او بيان رسمي صدر على الصفحه الرسميه للنادي الاهلي، وبالتالي كل ما يطار في السوشيال ميديا كلها اجتهادات بشكل كبير جدا. وكمان خلينا افكركم ان في المؤتمر الصحفي اللي عمله فايلر بعد مباراه الأخيرة اتسأل نفس السؤال وقال هو ده شأن داخلي، الكلام دوت ما بيتقالش في المؤتمرات الصحفية، الكلام ده من خلال الإدارة وخلال اجتماعاتي مع مجلس الإدارة. وبالتالي احنا متعودين واحنا دايما بناخد أخبارنا الحقيقية مش من السوشيال ميديا، بناخد أخبارنا الحقيقية من الموقع الرسمي للنادي الأهلي والمتحدث الرسمي. لو في أي حاجة الإدارة بتوصل لها على جميع المستويات بيكون في بيان رسمي، المتحدث الرسمي هو اللي بيطلع يتكلم، هو اللي بيطلع هو وبيقول مسؤول. الموضوع 1 2 3 طبعا ده مهم قوي، ده مهم قوي، وكان لازم الحقيقه نبدا بيه، لانه طبعا زي ما حضراتكم عارفين وكلكم تابعتم الكلام اللي بيتردد في الفتره الاخيره حوالين فايلر.